أنا ابنها آخر واحد، يعني أصغر واحد فيها، واسمي أمين أبو عمر أبو محمد بشنو، وهي ربتنا على كل حاجة حلوة الله يوفقها. وبس كل اللي هي فيه هي بتحب الرئيس السيسي حقيقة حقيقة، يعني من الفجر تدعي له، وكل يوم هي بتصلي الفجر تدعي له ربنا يوفقك يا ابني، ربنا ينصرك على بلادك يا ابني يا ابني، وتزعل لما أي حد من الشهداء يموت تعمل مشاكل وتعيط، دول مش ولاد ناس، يا ولاد الكلب يا كفر اللي عملت موتوا في الناس، والناس عملت ايه، وهو اللي حاش وهو اللي عمل كل حاجه، وهو اللي وقف ضد البلاوي اللي كانت جايه على مصر دي، كانت هتبقى زي ليبيا وكانت هتبقى زي جميع الدول اللي باظت دي، ودي كلها خراب وبهدله، وهو اللي وقف وقفه 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 مش حد يقفها الا المخلصين، وقفة حلوة، والتاريخ هيدلنا شاهد للرئيس. احنا في اللحين معلش مش بنعرف نتحدث حلو، مش متعلمين، لكن هو وقفة الكل يعرف الكلام ده، ومش ينكر اللي عمل الرئيس ده الا الاعمى، الاعمى اللي ينكر الكلام ده، ينكر اللي عمل السيد الرئيس. وقف للناس، ووقف حطنا شالنا في حضنه، وحطنا في حضنه بعيد عن البلاوي اللي كنا هنبقى زي الناس دي، عمل كل حاجة حلوة. جناية إسلامي يا سيدة مصر الأولى، وربنا يخليك. تمام. وكنت متوقع إن هو يقابلك ويكرمك؟ لا، ما أنا رحت يطلع كم مرة. أنت كنت متوقع إن هو يقابلك؟ دي حاجة عند الله، ما أنا رحت كم مرة ومش قابلني. وأقول في هديك النوم. طيب والحمد لله ربنا الحمد لله. رجل شجيع وصدر، والحرب شوية حارة. إيش مرتك إيه؟ واسمه شكله لعنات إيه الحلاوة دي إيه. شرفت مصر الأولى وبلادها ورئيس. كنت متوقع انه يقابلك؟ وانت فلوس والوزراء كلهم قالك. كنت متوقع ان الرئيس يقابلك؟ لما بعتوا لي اتاكدت ان هيقابلني. طب انت اتبرعتي بالفلوس ولا لسه؟ اتبرعتي بالفلوس ولا لسه؟ دفعتهم لمين؟ في صندوق مصر. دفعتي كام؟ 30,000. حوشتهم ازاي 30,000؟ يا باي انا اللي هقولها هعيش ولا هجلس على حد عندي. الحمد لله، حمد ربنا على الصغيره والكبيره.